كابتكسات اولا بتحيي كل المصريين اللي موجودين دلوقتي، وزي ما دكتور محمد هيقول لنا دلوقتي رايه ومدام ايمان، انا اتعرفت بيهم في مظاهره بتجمع كل المصريين اللي موجودين امام القنصليه المصريه في ويلشر، اللي اجتمع فيها المسلم مع المسيحي، اللي بيرفضوا حكم الاخوان، بيرفضوا الدستوريه، بيرفضوا الدستور. انا يمكن قلت اسم حضرتك بس نتعرف بيك بقى. اهلا بيك، انا الدكتور محمد حسنين، انا مقيم في لونج بيتش، وانا هنا النهارده عشان اقول ان المصريين اللي واقفين قدام القنصليه المصريه في ويلشير بتقول للحكومه المصريه وللرئيس مورسي ان مصر المصريين، مصر مش لاي فصيل، مصر مش لفصيل بعينه، لكن مصر المصريين كلهم اللي فيهم مينا وفيهم محمد، واللي اجتمعوا يوم 25 على قلب رجل واحد عشان يسقطوا دولة الظلم. والناس اللي اجتمعوا في يوم 25 وضحوا بحياتهم وضحوا بأرواحهم وبعيونهم وبمستقبلهم، هم اللي مجتمعين تاني وتالت ورابع في ميدان التحرير وفي كل ميدان تحرير، سواء في المحافظات المصرية أو في حتى العواصم العالمية، هم اللي بيرفضوا سيطرة فصيل على الدولة، وبيرفضوا محاولات الفصيل دوت إن هو يمرر الإعلان الدستوري اللي بيدي صلاحيات مطلقة للرئيس، اللي ما كانتش أبدا في أي دستور من ساعة ما مصر عرفت الثقافة الدستورية. كمان في نفس الوقت هم موجودين وإحنا معاهم عشان نقول إن مش هتقدر يا دكتور مرسي، مش هتقدر، احنا لازلنا بنعتبرك الرئيس الشرعي المنتخب بأكثرية قليلة، لازلنا بنقول لك ان انت الرئيس المنتخب، وبالتالي احنا اخترناك عشان سواء اللي كان يعني مؤمن بيك ومؤمن بأفكارك او اللي اداك صوته عشان يهرب من احمد شفيق، فاحنا بنقول لك ان كل المصريين اللي انت عاهدتهم في اكتر من مرة، سواء في ميدان التحرير أو سواء في جامعة القاهرة أو سواء قدام المحكمة الدستورية، أنت عاهدتهم على احترام الدستور والقانون. حضرتك انتخبت دكتور مرسي. أنا أكون صادق معاكي، أنا في الجولة الأولى انتخبت حمدين صباحي، في الجولة الثانية أنا امتنعت على التصويت. امتنعت خالص؟ لا، لأن أنا للأسف حسيت إن أنا قدام اختيارين كلاهما مر، فحبيت أكون صادق مع نفسي وأقول إن لو الرئيس محمد مرسي حتى كسب فعلى الأقل هيكسب بأكثرية ضعيفة، ما تخلوش يقول إن أنا الأغلبية. أو يعني كنا من حزب الكنبة في الجولة الثانية. أنا بعترف إن أنا كنت، بس أنا قمت بكده لأن أنا عاوز أقول للدكتور مرسي إن أنت حتى لو كسبت فأنت ما كسبتش بالأغلبية المطلقة اللي تخليك تعمل زي ما أنت عاوز وتقول إن الشعب كله ورايا. أنا كنت عايز أوصل رسالة إن أغلبيتك محدودة. طب إيه رأي حضرتك في المظاهرة بتاعت الجيزة أو قدام جامعة القاهرة اللي حشدوا فيها الإخوان، جميع الإخوان وما يؤمنوا بالأفكار الإخوانية من جميع محافظات الجمهورية، حشد واحد في وقت واحد بأموال المصريين وبأوتوبيسات من المحافظات؟ يعني أنا ليا رأي في الموضوع ده. أنا شايف إن الإخوان السلفيين أي فصيل في مصر من حقه إنه يتظاهر، لكن هي الفكرة إن إذا كانوا اللي في التحرير بيتكلموا على دستور وإعلان دستوري، فأنتوا ليه خدتوا الموضوع ونقلتوه لشرعية وشريعة؟ يعني أنا بقول دستور وإعلان دستوري، أنا ولا جبت سيرة الدين ولا جبت سيرة الشريعة ولا اتكلمت على حاجة خالص منجي، فأنتوا ليه نقلتوا الموضوع لكونسيبت تاني خالص؟ يعني أنا لغاية دلوقتي مش فاهم، أنا مش فاهم ليه؟ يعني أنا بقول الإعلان الدستوري اللي اتمرر اللي حجي صلاحيات للرئيس مطلقة، الإعلان دوت هيرسخ للديكتاتور الجديد محمد مرسي، وبنقول إن الدستور الجديد اللي كملت بقيه مواده في من الساعه لاكثر من 18 ساعه لعند الفجر، وناس نايمه وناس بتاكل وناس بتريح وناس بتاخد لها ساعه تعسيله والكلام اللي احنا شفناه ده عشان يطلع الدستور، احنا بنقول يا جماعه الكلام ده غلط. انتوا طالعين عشان تقولوا شرع وشريعه، مين اتكلم على الشرع؟ مين اتكلم على الشريعه؟ كلنا بنقول، حتى المسيحيين اخواتنا بيقولوا ان هم مع الشريعه. فانت يا رئيس مرسي انت معاك السلطه التشريعيه دلوقتي، طب الشريعه؟
فهم جايين في المكان الغلط. ما يقدرش. هم يعني جايين في المكان الغلط. انتوا بدل ما انتوا تيجوا في الجيزه ولا قدام جامعه القاهره، روحوا كلموا مرسي قولوا له احنا عايزين الشريعه. ما هم بيوصلوا له الرساله من امام، يوصلوا له الرساله قدام الاتحاديه. هم يوصلوا له الرساله قدام الاتحاديه، انتوا عايزين الشريعه روحوا له قولوا له يا دكتور مرسي انت اللي معاك كل القوة سواء التشريعية. ما خرجوا الجمعة، خرجوا الجمعة مخصوص من أجل الشريعة، خرجوا الجمعة مخصوص من أجل الشريعة. بس اللي عايز أوصله لحضرتك، هم المفروض أنهم حتة الشريعة والشرعية هي صحيح ما كانش وقتها، لكن الحشد اللي بتكلم عليه ان هو جمع الاخوان كلها باموال المصريين، دي النقطة اللي عايز اوصلها لحضرتك. انت شايفها ازاي ان هو يحشد باموال المصريين اللي رافضين اصلا الشرعية للتأسيسية والشرعية للدستورية؟ هو انا هقول لحضرتك، هو طبعا يعني الحشد اللي بيعمله الاخوان والتيارات الدينيه ده باين مع بدايه كل قرارات الدكتور مرسي، يعني كان بيتم الحشد حتى قبل ما يطلع القرارات، واذا شفنا حتى في القرار الاخير، في القرارات الاخيره اللي طلعها مرسي، وكانت الناس واقفه قدام الاتحاديه قبل حتى القرار ما يطلع. وبالتالي هي مساله الحشد هم شاطرين فيها، بس انا بحذر من حاجه، ان الشباب اللي هو مضحوك عليه، الشباب اللي مضحوك عليه والشباب اللي هو مسحوب منه عقله وممتنع حتى عن انه يفكر وبيحشد بامر وبيمشي بامر، الشباب ده متحمس جدا، الشباب دوت واصل لمرحله من اللي عايز اقوله اللي هو انفليمد، اللي هو يعني مهيج جدا لاي رد فعل ممكن يقوم بيه. يعني وبالتالي اسمع النقطه دي مهمه جدا، تفتكر حضرتك الخطوات مع الشباب المتحمس ده ممكن يوصل لحرب أهلية مليون في المية؟ هو اللي أنا عايز أقوله، الشباب المتحمس اللي هو غير قابل للسيطرة لأنه شباب في سنه وإحنا كلنا مرينا، سهل جدا أنه يستفز وياخد البلاد لمنعطف خطير جدا. إحنا فضلنا طول عمرنا من أيام مينا مصر والمصريين، مصر والمصريين. أنا بربق بالرئيس محمد مرسي ان هو يذكره التاريخ ان هو زي مينا الفرعوني، مينا الفرعوني اللي كان بيؤمن باتون وبيؤمن باخناتون وبيؤمن بالاديان اللي هي مش سماويه، وقدر يجمع المصريين. انا بربق بالدكتور محمد مرسي اللي هو محسوب علينا كمسلمين ان يذكره التاريخ بان هو قسم المصريين، انا بربق بيه جدا. بس هو فعلا قسم المصريين؟ يعني نتمنى من ربنا ان العقلاء يرجعوا لعقلهم، ونتمنى من ربنا زي ما هو طلع في التحرير وقال اعينوني وقوموني، احنا بنقول له دكتور مرسي دي نصيحة لله كتير، لا بصفتك حاكم خلي مصر قدامك، انت مش رئيس لفصيل، انت رئيس لكل المصريين، وسلطاتك اللي خولها لك الدستور بتقول لك انت رئيس لكل المصريين، هدفك الأساسي وواجبك الأساسي وسلطاتك الدستورية الأساسية إنك تخلي المصريين زي ما احنا كلنا أنا وإنت فاهمين إن الرسول قال إن إذا فتح الله عليكم مصر خدوا من أجنادها جند لأنهم خير أجناد الأرض، وقال لك إن المصريين في رباط إلى يوم الدين، فما تكونش إنت المعول اللي بيهدم مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا بربق بيك يا دكتور مرسي وإنت بتقول إنك حامل كتاب الله وإن إنت بتأدي نص وقتك في الصلاة إن إنت تكون بتعيق مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام. حضرتك عارف ان هو بيقول ان انا رئيس لكل المصريين، ومع ذلك في خلال الخمس شهور ده عمره ما كان رئيس لكل المصريين. الدليل ان هو اهلي وعشيرتي، دي كان اول لفظ قالها في اول خطاب لي. الثانية انه بيهتم جدا بغزة وحماس واللي فيها ومشاكلها، ولم يهتم بالشعب المصري ولم يهتم باطفال مصر ولا كل البلاوي اللي بتحصل في مصر كلنا عارفينها، وبالتالي ما بقاش الشعب المصري حاسس انه فعلا رئيس ليه، بقى حاسس ان هو رئيس لغزه وللحمسويين. حضرتك شايف ان هو ممكن يتنازل بعد كل اللي حصل ده كله؟ وحضرتك بتقول ان انت هو قال ان قوموني، ومع ذلك حتى الاخطاء اللي هو شايفها وعارف ان هو مخطئ ما زال مصر على انه مش غلطان، بدليل ان هو قال للتايمز الامريكيه ان 90% من الشعب المصري بيؤيده مع ان ده كذب.
بكد بكد، وبالتالي الشعب المصري هيرفض هذا الرئيس الكذاب سامحني انا، لانه المفروض ان هو كرئيس لكل المصريين مش 90% اللي بيأيدوه، بالعكس في ناس كتير جدا رافضه دلوقتي، اذا كان هو مسنود او معتمد على الاخوان ان هم هيحموه وخرج ارهابيين كتير من السجون عشان يحموه، اللي هيحميه الشعب المصري باجمعه مش بفصيل معين. ايه رأي حضرتك؟ هو انا عايز اقول للدكتور مرسي ان احنا لازم نتعلم التاريخ، سواء التاريخ القديم او التاريخ الحديث، والتاريخ الحديث ده كان من حوالي سنة ونص بالظبط، ان المخلوع حسني مبارك ان هو صم اذانه وركب شيطان العند وخلاه ما يسمعش لنبض الشارع اللي بدأ يتصاعد ضده، وبرضه سمع لبطانة السوق اللي قعدت تقول له 90% و100% و110% زي الثانوية العامة المصرية دلوقتي، وما سمعش وما رضاش يسمع ان في نبض جديد بدأ يظهر في الشارع. انا بقول للدكتور مرسي، يا دكتور مرسي انت اللي انتخبوك 51%، يعني في 49، معنى ده مش حي، لا قالوا لا او ما راحوش، والناس دي ممكن تنزل، ساعتها انت هتقابل نص الشعب المصري بيقول لك لا، ونص الشعب المصري له حق عليك انك تسمعه مش انك تصم اذانه، لان العاقبه وخيمه. ال 51 ما بقوش 51، ده بقى دلوقتي على الاقل. المسيحيين كلهم بيرفضوا حكم الاخوان، كلهم بيرفضوا حكم المرشد، كلهم بيرفضوا الدستور والدستوريه. ومعانا دلوقتي دكتور ايهاب الخولي. دكتور ايهاب الخولي معروف على مستوى كاليفورنيا ان هو من انشط نشطاء السياسيين، اللي كان ليا الشرف قبل كده في اكتر من لقاء معاه. حقيقي الواحد بيكون سعيد لما بيسمع اراءه وافكاره. طبعا اكيد حضرتك متابع لكل الاحداث اللي بتجرى في مصر، شايف الساحه ازاي؟ انا اشكرك على التقديم اللي انا مستحقوش ده، لكن كتر خيرك. دي نمره واحد. نمره اتنين، الساحه في مصر شكلها عبثي جدا، هي عباره عن كوميديا سوداء الشعب المصري بيعيشها. قبل اي حاجه احب اوجه تحياتي لكل شخص نزل التحرير وموجود دلوقتي في التحرير وبيبات في التحرير. احنا اللي احنا بنعمله من هنا ده اقل بكتير قوي من اللي انتوا بتقدموه لمصر، لكن احنا فعلا بنشعر بالخجل قدامكم وقدام المجهود اللي انتوا بتعملوه علشان مصر تتبني، وتتبني صح، وتتبني بشكل يليق بيها كبلد وكشعب وكحضارة وكعراقة. كل التحيات ليكم، بنوجه لكم كل الدعوات بان انتوا تنجحوا، وان شاء الله تنجحوا. التحرير نجح في 25 يناير قبل كده، وانا متأكد ان المرة دي كمان التحرير هينجح. نرجع تاني لسؤالك اللي هو الشكل العام للساحة. زي ما انت شايفة هو عبارة عن مشهد عبثي، رئيس عنيد جدا، ما بيكلمش اي حد، ما بيسمعش اي حد الا الاهل وعشيرته، مش فاضل اي حاجة الناس ممكن تعملها علشان تقول له اللي انت بتعمله ده غلط. القضاء بالكامل واقفين وقفة راجل واحد، بيقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط، ده تعدي على السلطات، يكفي قوي ان انت معاك السلطة التنفيذية بالكامل وبتعمل فيها اللي انت عايزه، معاك السلطة التشريعية مؤقتة ان قضيت عليها وتصرفت تصرفات لا تليق برئيس جمهورية منتخب بعد ثورة، كمان بتلغي السلطة القضائية. كتير قوي اللي انت بتعمله يا سيادة الرئيس، ارجع عن اللي انت بتعمله، صالح شعبك، صالح كل القضاء اللي هم دعامة من دعامات مصر، العمود الفقري لمصر، الحصن والملاذ اللي بيلجأ له كل الناس، كل مظلوم مفروض انك انت تصالحهم وتتصالح معاهم وتتصالح مع نفسك قبل ما تتصالح معاهم. صالح القوى السياسية اللي موجودة في التحرير كلها، مش معقول كل الناس دي غلط، مش معقول الدكتور البرادعي غلط ومعاه الأستاذ عمرو موسى وحمدين صباحي وحزب الوفد وكل الأحزاب والتيارات السياسية دي كلهم غلط، وانت الوحيد، انت واهلك وعشيرتك صح. اصحى فوق، دي مصر، انت بتعمل كده ليه في شعبك؟
احنا عارفين ان من 83 سنة والاخوان وطبعا على قيادتهم الشيخ مرسي، سامحني انا مصرة ان انا اسميه الشيخ مرسي لانه في كل مجال بيتكلم لأهله وعشيرته فقط، وبيتكلم بما يعني اسلاميا، مش كرئيس، ما هوش رئيس لكل المصريين، المفروض ان هو يكلمنا كلنا ما يكلمش طائفه معينه. فبالتالي في ال 83 سنه اللي فاتوا وهم بيحاربوا عشان يوصلوا للسلطه، قدروا يوصلوا ليها برايي انا الشخصي وانا المتحمله الكلام، بالخداع والغش والتزوير وسرقه الاصوات والضحك على الناس وشراء الاصوات وحاجات كتير، لكن المهم ان هو وصل للكرسي. هل تفتكر حضرتك بالإعلان الدستوري اللي نزله الأخير ده، اللي هو بيحمي نفسه من كل مقاضاة، وبيخلى الإعلان الدستوري فيه مادة بتديله حق الألوهية بشكلا ألوهيا، لا تقدر تعارضه ولا تقدر تقاضيه ولا تقدر تحكمه وبأثر رجعي كمان، شايف الإعلان الدستوري قسم مصر الاثنين فعلا، ومع ذلك مازال متمسك بيه ومش عايز يتنازل عنه، تفتكر ليه مش عايز يتنازل عنه؟ الدكتاتورية هو يعني نوع من أنواع التسلط، ونوع من أنواع إن هو مش مصدق إن هو وصلوا للحكم. دايما الناس لما بتبقى يعني بتتطلع لحاجة وبتوصلها بصعوبة بتبقى أحيانا بتتصرف غلط، وده كله تصرف غلط. الإعلان الدستوري خاطئ وكل الناس قالت له غلط، الدستور نفسه اللي هو عامله برضه رجع تاني حصن نفسه وحصن الإعلان الدستوري وحصن كل حاجة قبله. يعني مش ممكن تتعامل مع رئيس كل حاجة بيعملها صح، ما فيش شخص على وجه الأرض كل حاجة بيعملها صح، عنده 17 مستشار و4 مساعدين وكل ده ولسه بيحصن نفسه ليه؟ هل خايف من المحاكمة زي الرئيس حسني؟ طبعا في خوف على الكرسي، في خوف على في خوف من المحاكمات، في خوف من أخطاء كتير بتحصل وحصلت وهتحصل، بالرغم ان هو عارف ان كل اللي بيعمله ده غلط وما زال بيحصن نفسه. ما علشان عارف ان كل اللي بيعمله ده غلط بيحصن نفسه، هو لو انسان متاكد من ان هو بيعمله، لو هو قريب من شعبه، ولو هو قريب من قراراته، لو هو متصالح مع كل القوى السياسيه وفعلا بيستشير وفعلا بيتقرب لكل راي سياسي محترم، مش هيحصن نفسه، بالعكس هو هيحط قراراته قبل ما قراراته تنزل الناس فعلا هي تبقى مستنياها. الجمعية التأسيسية برغم انسحاب ناس كتير جدا منها وهي تعتبر دلوقتي غير دستورية، ومع ذلك سلق زي ما كل الناس عارفة وكل الناس بتقول سلق الدستور عشان خاطر يخلصوا قبل إعلان حكم المحكمة الدستورية. سلق الدستور تفتكر حضرتك الشعب المصري هيوافق بيه؟ معرفش، لو عملوا نفس الفكرة بتاعت انتخابات اللي هي مشكوك في شرعيتها دلوقتي، وفي أقاويل كتير قوي بتقول ان في وثائق بان يجوز ان حصل تجاوزات وتزوير، لو اتعمل نفس الموضوع ده تاني مش بعيد ان هم يمرروه. لكن هي اوريدي غير دستوريه دلوقتي لان الاعداد اللي موجوده ما هياش هي اللي تسمح بخروج دستور. لا 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 لا، شكل الدستوريه من الاول صح، ولا حتى الطريقه اللي حطوا بيها الدستور صح، وكل شويه كانوا ينزلوا لنا مسوده دستوريه جديده نقعد نقرا فيها ونذاكرها ونقول الماده 7 غلط دي المفروض تتصلح، يجوا المسوده اللي بعدها يحطوها 8، يحطوها هي نمره 8 وبعدين تبقى 9 وبعدين ينزلوها 10 وبعدين يطلع مثلا البطرك البابا تودروس يقول ان الماده 220 ماده كارثيه، يعملوا المسوده اللي بعديها يخلوا 220 219. يعني لهو ده، لهو وتصرفات طفوليه، عيب، ده وطن وبلد، دي اكبر بلد في الشرق الاوسط، بلد جميله، وطن محترم، يعملوا فيه كده؟ ده تصرفات طفولية، يمشوا 25 26 واحد من الدستورية يحطوا مكانهم 11 ويقول لك خلاص كده اكتمل العدد. يبقى أنت ما عندكش متريكس، ما عندكش حاجات، ما عندكش أرقام أنت حاططها بتقول أنا هوصل لرقم 100 هيبقى ده دايما الرقم اللي أنا هستشيره وهو ده دايما الرقم اللي هيعمل الحوار واللي هيوصل. في دستور في العالم، في بلد محترمة يتعمل من غير حوار وطني؟ يقول لك احنا نزلنا كل القرى ونزلنا كل المراكز وسافرنا المهجر ورحنا ما شفناش حد فيهم،
والغريب ان مفيش حد في مصر برضه شاف حد فيهم. يعني احنا على اتصال بمصر وبنكلم قرايبنا وبنكلم اهالينا وبنكلم اصدقائنا، يا جماعه حد اتحاور معاك؟ يقول لك ابدا مش شفناش حاجه. الموقف اجين عباره عن كوميديا سوداء، اللي بيحصل كله غلط. اتمنى ان هو يرجع، اتمنى ان هو يفوق، اتمنى ان هو يحس ويشعر بالمسؤوليه. في كل الكلام يمكن اللي انا قلته ده اغلبه اتقال في قنوات فضائيه واتقال على صفحات الجرايد. الحاجه الوحيده اللي انا ما شفتهاش اتغطت لغايه دلوقتي خصائص القائد. الراجل ده عنده قياده، انت قائد، رئيس جمهوريه، خصائص القائد غير موجوده فيك يا سياده الرأي. لان مش هو اللي بيحكم يا دكتور. حتى لو هو اللي بيحكم، حتى لو مش هو اللي بيحكم، ذاكر، اقرا، اتعلم، روح خد كورس، هات حد يقريك، حد يذاكر لك. حاجه من ضمن خصائص القائد هي الكوميونيكيشن، الاتصال والحوار. اذا كنت هتبقى قائد وانت مغمض عينيك وسادد ودانك هتبقى قائد فاشل. فوق يا سياده الرئيس. هو قال في حوار مع تايم الامريكيه وقال ان 90% من الشعب المصري موافق على الخطوات اللي هو ماشي بيها وموافق على الدستور، بالرغم ان 90% من الشعب المصري هو اللي رافض الكلام ده. هل تفتكر الشعب المصري ممكن يثق في دكتور في محمد مرسي الكذاب؟ انا بقول على الكذاب. فقد كثير من مصداقيته، في ناس كتير قوي طلعت على تلفزيونات وطالعه على الجرايد وبتكتب تعليقات على ويب سايت ان احنا بنندم ان احنا ادينا صوتنا لمحمد مرسي. يكفي هذا. تفتكر حضرتك الخطوة اللي جاية الشعب المصري ايه اللي ممكن يعملها عشان يقدر ينجح؟ يقدر ينجح الشعب المصري مفروض يصعد جبهة الانقاذ. احنا مبسوطين جدا ان حصل توافق ما بين الحركات والاحزاب السياسية، مفروض يصعدوا. هنقف معاهم من بره، هنساندهم بقلبنا وبعقلنا وبمجهودنا، وربنا معاهم، وان شاء الله في الاخر هيوصلوا للي مفروض مصر تكون فيه. المصريين اللي في المهجر كانوا متوقعين ان بعد نجاح الثوره دكتور ايهاب شانل 11، نشكر ربنا ان هي بتصور. ف كويس جدا، كويس جدا ان المفروض الشعب كان عنده استعداد ان هو يدعم مصر بكل الامكانيات ماديا ومعنويا وخبرات وكل شيء، ومع ذلك المفروض مصطفى الديب مصري طبعا من اسكندريه، بعتز بيها. كم سنه هنا؟ هنا حوالي 35 سنه. حضرتك ليه هنا النهارده؟ انا جيت النهارده عشان انا ضد الدستور، وجيت عشان اطلب من اخواتي اللي موجودين هنا ان هم ينزلوا ويصوتوا ضد الدستور. للاسف لقيت الرياكشن هنا يقول لك مش هينفع، هياخدوا هم الغالبيه. لا، في حزب الكنبه هنا. بالظبط، انا رايي ان حزب الكنبه هنا وفي مصر ينزلوا يصوتوا لو سمحتوا. انا قريت الدستور بقالي يومين، قريته ماده ماده ومش عاجبني وهصوت ضده. بس انا مش عايز بلد يبقى فيها دين وكفار ومسلمين ومسيحيين وأباط والكلام الفاضي ده كله. الدين لله والوطن للجميع، دي كلمة أنا بعتز بيها، ولازم ده يكون دستورنا، الدين لله والوطن للجميع. أنا بطلب من كل إخواتي المصريين سواء كانوا هنا أو هناك، انزلوا وصوتوا بلقى على الدستور. الدستور ده لو أخد 50% أو 50.6 مثلا النسبة بتاعته، ما أعتقدش هيبقى عنده دم يحكم بيه. طب هل مش متوقع ان ممكن يتزور الانتخاب او الاستفتاء على الدستور برضه؟ ما اعتقدش التزوير، يعني لو كلنا نزلنا وانا عارف ان انا صوتت لا وكل المصريين نزلوا وعرفوا ان هم صوتوا لا، ما اعتقدش هيسمحوا لهم بالتزوير. طب تفتكر ازاي يتم التصويت وانت عارف ان القضاء دلوقتي رفض كلية اولا المشاركة وثانيا المراقبة الدستور على الاستفتاء؟ ده سؤال كويس جدا. انا بعتقد يعني ما طبعا ماليش سلطه على القضاء، بس بناشد القضاه في مصر ان هم ينزلوا ويراقبوا الانتخابات ويتاكدوا من نزاهتها، اوكي؟ لان هم لما نزلوش ممكن يحصل تزوير، فينزلوا. وانا واثق احنا الناس اللي شفناها في التحرير دي. طب ايه رايك؟ لو صوتوا بلا على الدستور، مش الدستور مش هيتم الموافقه عليه؟ ايه رأي حضرتك ان في ناس كتير بقى ازداد حزب الكنبة انهم ما ينزلوش يصوتوا على الدستور على اساس انهم عارفين ان كده كده هتتم تزوير؟
طبعا ده موقف غلط. ما شجعهوش، انزلوا وصوتوا بليز، صوتوا، صوتكم هيكون له قيمه لو كلنا نزلنا مع بعض وصوتنا. اوكي، احنا صوتنا في انتخابات الرئاسه وجبنا، جابوا محمد موسي وشفيق، كان الفرق بينهم 700,000 صوت، صح؟ مع ان ده المفروض مش حقيقي، يعني ده القرار او النتيجه الرسميه اللي قالوها. لا بس في ناس كتير نزلوش وما صوتوش. مين اللي صوت في مجلس الشعب؟ المناصرين بتاعوا الاخوان، ما نزلناش. انزلوا يا جماعه، وبعدين هي في الخارج 4 سنين وهننزل تاني. اوكي، لو الدستور اتوافق عليه وهم خلاص تمكنوا من الحكم وتمكنوا من كل حاجه، هيقعدوا في انتخابات رئاسه كمان 4 سنين، صح؟ اوكي، هنوصل للاربع سنين ان شاء الله، ان شاء الله. طب معلش هتبقى اسئله محرجه، جايز سامحني يعني. حضرتك كمسلم، اسم حضرتك استاذ مصطفى، المفروض انك تكون فرحان بالاخوان وبالشيخ مرسي ان هو اللي وصل للحكم وانشاء الدوله الاسلاميه او الامبراطوريه الاسلاميه او الحاجات دي كلها، ومع ذلك حضرتك بترفض كل ده في مقابل الدوله الدينيه، مش كده؟ في ناس ممكن تكفرك. والله اللي كفاني كفاني، انا علاقتي بيني وبين ربنا، انا مسلم وديني بيني وبين ربنا، ما حدش يتدخل. يقولوا لك طب ما انت المفروض الاسلام بيقول لك ايد الشيخ مرسي وايد الاخوان. انا هم اسلام اللي بيقول الكلام ده، اسلام بتاعهم مش اسلام بتاعي. يعني حضرتك بترفض تصرفات الاخوان؟ انا عندي طبعا، انا عندي القران والسنه وانا بصلي، وحاجه بيني وبين ربنا. الاخوان الكلام ده كله ماليش دعوه بيه. اوكي، الاخوان المفروض انهم بقى لهم 83 سنه بيحاربوا عشان يوصلوا لليوم ده. 81 مش 80 سنه بيحاربوا عشان يوصلوا لليوم ده. صح، وصلوا وقعدوا ورباعوا. مين اللي وصلوا ومين قعدهم؟ احنا كلنا للاسف. تفتكر هيقدروا امام الاصرار المصري او الشعب المصري الاصيل بقى ان هم ينزلوا من على الكرسي تاني؟ وهينزلوا ازاي؟ لو كنا نزلنا واتحدنا وصوتنا، انا متفائل جدا بالاعتصامات وان احنا ننزل يوم 15 ونقول لا، اعتقد حكم الاخوان هينتهي. اوكي، ناو لو دخلنا رحنا انتخابات الرئاسه، كان في 2 مرشحين، انا صوتت حمدين صباح. اوكي، كان في مرشح تاني اسمه محمود ابو الفتوح، وده كان يعني السكن بتاعي يعني، واخد بالك؟ فلو الاثنين دول كان اتحدوا لمصلحه مصر، ما كناش هناخد محمد موسي، صح؟ انا بصراحه بلوم الشعب انه ما قدرش يجمع كل طوائف. بالظبط، انا يعني ننزل ونصور. سؤالي، هل تفتكر الاخوان هيتنازلوا عن الحكم بسهوله؟ باراده الشعب يس، هيتنازلوا. لو التصويت جه ضدهم هيتنازلوا غصب عنهم، وما عندهمش ديسيجن. ده عندهم خيار قتالي. ما اعتقدش الشعب المصري هيسمح لهم. هم عندهم الامكانيات وعندهم الاسلحه والحشد وكل شيء. اوكي، عندهم امكانيات، عندهم اسلحه، عندهم تنظيم، وكنا بنسمع دول الناس دول منظمين بقى لهم 80 سنه منظمين، وهم احسن ناس واحسن ناس واحسن ناس. بس قصاد الاراده الشعبيه، لو احنا نزلنا فعلا وكل الناس نزلت، يعني هقول لك حاجه، انا لو ما كنتش مسجل التصويت هنا كنت هنزل مصر يوم 15 صوت. اوكي؟ لان انا الحمد لله لحقت موضوع التصويت هنا وسجلت نفسي هنا، فما اقدرش انزل مصر اصوت. بس انا لما كنتش قادر اصوت هنا كنت هنزل مصر اصوت. يعني حضرتك متفائل برغم ان في ضبابيه جامده جدا وسحابه سودة، متفائل ان مصر ممكن ترجع بدون دم؟ اسوأ سيناريو هنشوفه، يمكن يبقى في دم، اسوأ سيناريو هنشوفه ان احنا هنستحمل 4 سنين من اللي بنشوفه ده. والديكتاتورية اللي هو حصن نفسه بيها في ال4 سنين دول، في خلال ال4 سنين تفتكر ممكن ياخد قرارات توصل مصر لفين؟ هياخد يعني، لو نفترض السيناريو ده هيمشي، كمان 4 سنين هتيجي قوة أخرى وتغير. لا، في خلال الأربع سنين؟ لا، في خلال ال4 سنين، ما احنا لو احنا بقينا سلبيين وقلنا خلاص الإخوان فازوا، الدستور بتاعهم مش عارف إيه، يبقى طبعا احنا الغلطانين. انما المفروض نواصل النضال طوال ال4 سنين، نبقى معارضه حقيقيه. بعد الدستور وما بعد ما يستفت عليها، حتى لو الدستور نجحوا فيه؟ الدستور هينجح بكام؟ ب 50 51%؟ احنا 49%. انا قصدي ايه؟ الدستور اولا محصن نفسه هو بفتره سنين طويله،
فمش هيقعد 4 سنين بس. مش لا 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 الدستور، لا الدستور معلش الدستور ما بيحصنش رئيس الجمهوريه لمده طويله. لا لا ده حاطط في الدستور حاجات تحصنه هو في بعض المواد اللي تحصن وجوش. معلش انا قاري الدستور امبارح وقاري اختصاصات رئيس الجمهوريه، وانا عجبتني الحاجات بتاعت انتخاب، يعني لاول مره في تاريخ مصر ان ما فيش رئيس مدى الحياه، ودي مكتوبه. وهي قبل كده ما كانتش برضو موجوده مدى الحياه. كان ليها اربع سنين ويفضل يتجدد يتجدد. كانت 7 سنين حتى مش مشكله، بس كانت هتتجدد. مظبوط، بس ما كانش منصوص عليها في الدستور. اوكي، ان دلوقتي منصوص في الدستور رئيس 4 سنين يمكن ليه الحق انه يرن فور انذر 4 years بس. اوكي، انا دي اعتقد حاجه كويسه. اوكي خلاص، كمان 4 سنين عايزين الدكتور محمد البدعي، عايزين حمدين صباحي، محمود ابو الفتوح، عمرو موسى، ربنا يديله طولة العمر، وينزلوا ويتحدوا ويشيلوا الناس دول. بس دي المعارضة، ونفضل نعارض في ال3 سنين و17 اللي فاضلين. ربنا يستر. انا عن نفسي، انا بقول لحضرتك عن نفسي، انا متفائل شوية، بس انا اهم نقطة عندي بقولها، وانتوا بتذيعوا في مصر وبتذيعوا هنا، بطلب من كل اخواتي ان هم ينزلوا ويصوتوا. دي رسالة، دي رسالة. اوكي، ومصر للجميع، بالرغم ان في ناس ما بتقولش انها مصر. لو انا قلتها وغيري قالها وغيري قالها، ان شاء الله هنلم بعضنا وهنقولها بصوت اعلى، وهتوصل لمرسي، وتوصل لمرسي. هيسد اذانه؟ يسد. مش هيسمع؟ ان شاء الله هيسمع. مش هتبقى للجميع؟ لا ان شاء الله معلش احنا بنبص على ايه دلوقتي؟ يعني خلينا ناخد المنظر دلوقتي في ميدان التحرير. لو الناس اعتصمت وقعدت في ميدان التحرير اعتصام اوفر مليون، ما تعتقدش هيتحرك؟ هيتحرك غصب عنه. الدكتاتور لا يتحرك. ان شاء الله هيتحرك. اتمنى يكون عندي الامل اللي عند حضرتك يا استاذ مصطفى، بشكرك جدا. ربنا يحفظها، وزي ما بقول مره تانية انزلوا وصوتوا. بشكرك جدا. اسقط. يسقط يسقط حكم المرشد. يسقط يسقط حكم المرشد. يسقط يسقط حكم المرشد. يسقط يسقط حكم المرشد. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. مرسي باطل، دستور باطل. ارهاب مش دلوقتي، ما هو ارهابي اوريدي، فمش انا. كاليفورنيا تريد اسقاط مرسي. حكم المرشد باطل. حكم المرشد باطل. الدستور باطل. حكم المرشد باطل. الدستور باطل. الدستور باطل. الدستورية باطل. الدستورية باطل. حكم المرشد باطل. الدستور باطل. 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 محمد مرسي باطل. والاخوان باطل. 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 اسقاط المرشد. اسقاط المرشد. انا مصر على المرشد. المرشد. ما
مسلم لا المرج ايد واحدة مسلم مسيحي ايد واحدة مسلم مسيحي واحدة. معطية رئيس التحرير جريدة الانتشار العربي اللي بتصدر في لوس أنجلوس. الشرق العربي؟ الانتشار العربي. الانتشار رئيس التحرير. بالضبط تصدر في ولاية كاليفورنيا طبعا. أعتقد إن أنت لهجتك مش مصرية. أنا فلسطينية بس جوزي مصري. متجوزة واحد مصري، طبعا عايشة كل الأحداث اللي بتحصل في مصر أول بأول كرئيس التحرير وكزوج مصري. والله بصراحة أنا مصرية أكتر منه. عايشة الأحداث أكتر منه. عايشة الأحداث أكتر منه يعني باعتبار أنه أنا قومية عربية طبعا، فطول عمري بحب مصر، بحب أنه أهل مصر على اختلاف أديانهم وأنهم يعيشوا في حرية وأنهم ياخذوا حقوقهم بالكامل. طب أنت هنا للنهاردة؟ أنا هنا لأكثر من سبب. السبب الأولاني لأني حاسة بالظلم الكبير اللي بيعيشه الشعب المصري. ظلم؟ الظلم. الظلم من الرئيس مرسي والإخوان؟ من الإخوان والرئيس مرسي. معلش هدخل بقى في نقطة حساسة شوية، معلش، بما أن لا غير الإسلام غير أنك أنت أهم حاجة في الموضوع أن أنت فلسطينية. أيوة أنا حماس ولا ضفة؟ أنا فلسطينية لا حماس ولا ضفة، أنا أحمل الجنسية الأردنية والأمريكية بس طبعا جذوري فلسطينية أردنية مصرية وبالأول عربية. المفروض أن أنت تكوني مبسوطة لأن الشيخ مرسي بيساعد الحمسويين وبيساعد القضية الفلسطينية حسب قوله وحسب أفعاله، لكن أنا شايفاك أنك مش مبسوطة بمرسي. أنا مش مبسوطة أبداً لأنه مرسي أصلاً حيرجعنا كمان 50 سنة أكتر ما رجعنا. مش دي غريبة أن واحدة فلسطينية تقول كده؟ لا مش غريبة أبداً، لأنه أغلب الفلسطينيين يعني بياخدوا نفس الخط تبعي بيحكي، لأنه مش قادر يستوعب يعرف أنه لا مفاوضات لا صلح مع العدو الإسرائيلي معناته مش حيفهم شيء. مرسي عم بيساعد قيادات حماس طبعاً وهم المساومة يعتبروا وليس الجناح العسكري، فلما هو بيساعد القيادات معناته شو بتتوقع أكتر من شيء. طب المفروض ان انت كفلسطينية المفروض احنا شفنا في الاحتفالات ساعة ما الشيخ مرسي كسب ان كل الفلسطينيين خرجوا واطلقوا نار فرحة وزغاريت و ابتهاجا وافتراحا يعني فرحا بالشيخ مرسي وكاسبه، انت مش مأيدة هذا الحكي؟ ما صارش من كل الشعب الفلسطيني، وإن حصل حصل لأنه الشعب الفلسطيني بالضبط زي الشعب المصري ما كانش عنده خيار، يا عزرائيل يا عباد الأرواح، يا بيطلعوا الفلول يا بيطلع مرسي، فاضطروا طبعا الشعب المصري يعطي أصواتهم لمرسي علشان ما يطلعش الفلول. بنفس الوقت الفلسطينيين كانوا مؤيدين للأغلبية العظمى اللي اختاروا مرسي من هذا المنطلق، يعني مش منطلق انه حبهم لمرسي وانهم اخوان. مش منطلق اسلامي؟ لا مش منطلق اسلامي، لانه مش كل الشعب الفلسطيني في سواء في الوطن او الشتات حتى اخوان مسلمين. في عندنا الاخوان المسلمين اقليه في الضفه، حتى لما بتسمع انت حماس اي نعم هي ماخذه الخط الاسلامي ولكن المعتدل وليس الاخوان المسلمين، احنا اغلب الشعب الفلسطيني عندنا الاسلام المعتدل وليس التعصب. انت المفروض مثلا يعني فرحانه ولا زعلانه بالمفروض الشيخ مرسي بيعمله ان هو بيحول السولر وبيحول الاكل والادويه ومساعدات كتيره جدا بتخرج من مصر بتروح لحماس؟ صدقيني هذا كله له ثمن وله سياسه مدروسه بالكامل مع الغرب، مع سياسه امريكا، هذا يتفق مع سياسه اسرائيل وامريكا وقطر وتركيا وقيادة حماس والسلطة الفلسطينية من أجل إعطاء الوطن البديل للفلسطينيين بدل الضفة، بدل في سيناء، جزء من سيناء هذا هو المخطط، وإذا لم نراه الآن حنراه في المستقبل. جزء من سيناء يرحل عليه أهل غزة وأهل الضفة يرحلوا إلى الوطن البديل وهو الأردن. طب احنا وصلنا لنقطة مهمة جدا، ده مش المفروض هيقضي على القضية الفلسطينية اللي المفروض الشيخ مرسي المفروض ان هو بيدافع عنها لما حتى
مع ان ده مش هيحصل باذن ربنا، والشعب المصري لن يسمح بان سيناء تضيع منه، لكن المفروض ان عشان خاطر الحمساويين يجوا غزه وبتوع الضفه يروحوا الاردن كده فلسطين انتهت وضاعت. هو هذا الاساس اول شيء. لما اسرائيل بتطلع وبتشكر هي وامريكا مرسي على المساعده اللي قامت فيها من اجل تظبيط الهدنه، وهذا معناته في كانت مقولة لجمال عبد الناصر قال عندما يرضى عني الغرب فاعلموا أنني وقعت في الغلط أو أنني ماشي في الطريق غير الصحيح. فبحب أقول لك أنه مش بس أنه إحنا الفلسطينيين أصلا مش طالبين من مرسي أنه يساعدنا بهالطريقة هاي. وبحب يعني أنبه على نقطة كثيرة، أهل غزة مش حيتركوا أرضهم ولا بلدهم حتى لو قصفوهم 100,000 مرة. إذا بتعرف إنه القيادات العسكرية في حماس اغتيلوا من أجل عدم موافقتهم لخط مرسي والقيادات المساومة في حماس، وهي الشغلة خطيرة جدا. لما أنت بتساعدي على اغتيال الجناح العسكري، بعض قادة الجناح العسكري في حماس من أجل تسيير اللي هي الخط المساوم اللي هو يتعاطى مع إسرائيل وأمريكا، انت ما بتقدريش تقولي إنه كل الشعب الفلسطيني مع مرسي أو إنهم مؤيدين مرسي. هذا الكلام مش مزبوط. وبعدين انت سألتي سؤال كتير مهم في البداية وقلتي على إنه مبسوطين جدا إنهم الفلسطينيين بدخول الأدوية والهذا. أبدا الشعب الفلسطيني ما بتقدر تشتريه، لأنه عارف إنه الهدف الأساسي تحرير وطنه مهما مرت الأيام والسنين وكثرة المؤامرات سواء من مرسي أو من غيره. ما هو مبارك إكزاكتلي كان زي مرسي، لسه بس هداك على طريقة واضحة ومكشوفة، بس مرسي بطريقة مخفية وطريقة التوائية وطريقة هدن من تحت الطاولة ومن تحت الهذا. إحنا فاهمين الشعب الفلسطيني شعب ذكي، والشعب العربي شعب ذكي، والشعب المصري شعب أذكى، عشان يعرفوا المؤامرة اللي عمالها تطاع ضدهم. يعني انت قلتي نقطة خطيرة جدا واحب اعيدها تاني عشان خاطر السادة المشاهدين يبقوا فاهمين، ان القيادات الحمسوية اللي بتتقتل دلوقتي بسبب انها العسكرية بسبب انها رافضة مخطط مرسي. هل معنى كده ان اللي بيقتلوهم سواء اليهود ولا مرسي ولا الاثنين مع بعض؟ واحد. يعني معنى كده ان انت كفلسطينيه عارفه ان مرسي مشترك في قتل القيادات الحمسويه العسكريه؟ انا ما بقدر اتهمه بشكل شخصي، بس انا بعرف انه زياره امير قطر الاخيره اللي كانت مرتب لها مع مصر، واللي مصر لعبت دور، ولولا مصر بدخل يعني كانت لعبه دور كبير انه امير قطر يدخل. امير قطر لما دخل على غزه المره الاخيره وتبرع ب 4 مليار او something like this، كان وزع سيارات واقلام وسيارات وساعات فيها شب عشان يلاحقوا قيادات حماس العسكريه. وهذا الحكي بيقدر يدخل اي واحد على الانترنت ويكتب ويعرف انه كلامنا صحيح ولا لا. كلامك خطير جدا جدا، وانا نفسي فعلا اعمل معاكي لقاء لو تسمحي لي في وقت من الاوقات هعمل معاكي لقاء، بما انك اولا صحفيه زي حالتنا، ثانيا انك فلسطينيه، انت مجموعه جنسيات، فده بيخليكي من كذا منطلق الواحد يتحاور معاكي فيه. بشكرك جدا. اهلا وسهلا فيكم، وشكرا كثير على وجودكم معنا اليوم، وبنتمنى ان وانت وجودك معنا كمان الله يخليكي. احنا لا انا مع كل الحق العربي، ودائما بتشوفيني بكل المظاهرات الموجوده سواء في الدفاع عن الوطن سوريا، الام الحبيبه اللي وقفت مع الفلسطينيين طول حياتها، بتلاقيني من اول المنظمين للثوره المصريه 25 يناير السنه اللي فاتت اللي قبل سنتين، وانا اليوم موجوده لنفس السبب. وإن شاء الله تنصر الأمة العربية كلياتها على مرسي وعلى كل الرؤساء والحكام العرب اللي ماشيين في الغط. رئيس منظمة أعباد كاليفورنيا، مساء النور. حضرتك طبعا دايما متواجد في كل شيء بيعبر عن مصر وعن نبض مصر وعن انك تقول رأيك بكل حرية ان اللي بيحصل الاحداث في مصر. بالطبيعي يعني اقل شيء ممكن اننا نعمله بالنسبة لاخواتنا في مصر
اننا نأيدهم ولو من بعيد. ربنا بعتنا الى هذه البلاد مش علشان نشتغل ونكسب فلوس وبس، لكن اننا علينا مسؤولية كبيرة وهي تأييد هؤلاء الناس الذين يعيشون في تحت الاستبداد والظلم من حكومة عنصرية كنا نظن أنها حكومة ثورية لكي تحسن الأحوال ولكي تعدل ما كان يعمله الرئيس مبارك، ولكن اكتشفنا أنها أسوأ بكثير من عهد مبارك، وأنها تريد أن تفرض عليهم دستور ديني يخلي الإسلام هو الدين المسيطر بكل شرائعه وبكل أحكامه التي تستبد بالمواطن وبحقوق المرأة وحقوق الأقليات والأديان الأخرى. هذا لا يجب أن يكون في هذا الزمن الذي نعيشه. يجب أننا نصر على أن يكون النظام الذي يحكم مصر في هذه الأيام نظام مدني يساوي بين جميع المواطنين. تفتكر أن الشيخ مرسي أنه يقضي على عنصر الرئيس أو العمود الفقري زي ما بنقول العمود الفقري لمصر اللي هي السلطة القضائية، هدفه تحسين نفسه ولا هدفه الديكتاتورية ولا هدفه أن هو يبقى يخلق حاجة جديدة في مصر بعيدة كل البعد عن القضاء، ما يبقاش فيه أحكام ضده، ما يبقاش فيه اتهامات ولا تحويلات زي ما حصل لحسني مبارك؟ هو واضح طبعا أن الهدف هو أن تمكين الحكم الإخوان المسلمين اللي هو تغيير النظام في مصر من نظام الحكومة المدنية إلى الحكومة الإسلامية، وأي قوة تقف في طريقه هو لا يعني يتردد في أنه هو يحطمها، سواء كان برلمان أو سواء كان قضاء، وهو طبعا في إيده السلطة التنفيذية. فبالتالي النتيجة أنه هو يعني قصد أنه يسيطر على الثلاث قوى اللي هي القوى التنفيذية اللي هي في إيده أساسا، والقوة التشريعية اللي هو أخذها بعد إلغاء البرلمان، والآن يريد أن يسيطر على القوة القضائية لكي تصبح السلطات الثلاثة في يده، وبالتالي يستطيع أن هو يعمل ما يريد لتغيير نظام مصر ولتحقيق الحلم بتاعهم اللي هم بيحلموا به من زمان، وهو إعادة الخلافة الإسلامية لتصبح مصر ولاية ضمن ولايات الخلافة الإسلامية لا قيمة لها ولا يعني حد يعتد بها بعد ما كانت مصر في يوم من الأيام بلد عظيم له حضارة كبيرة العالم كله بيحترمها ويقدرها. تفتكر الخطوة اللي جاية زي ما الثوار في التحرير هينقلوا من التحرير لقصر الاتحادية، تفتكر الخطوة دي هل ممكن تثني الشيخ مرسي عن آرائه؟ لأن دي خطوة تعتبر خطوة قوية جدا هيعملوها الثوار، ومش هيسيبوا الاتحادية إلا يا إما إسقاط الإعلان الدستوري وإسقاط الدستور أيضا يا إما خلع الرئيس مرسي. تفتكر دي خطوة كويسة لصالح مصر ولا هتبقى ممكن تقابل بالعنف ويحصل قضاء عليها؟ هو احنا دلوقتي في حالة رديئة جدا، والحالة الرديئة دي لا تعالج الا بشيء من التضحيات. انا لا اعتقد ان الامور سوف تحل من ذاتها او بخسائر قليلة. طبعا هيكون في خسائر، هيكون في زي عملية جراحية، عملية استئصال، هذه لها تمنها ولها يعني مخاطرها ولها مضرها، لكن الفوائد التي ستنتج منها فوائد عظيمة جدا. الطريقة اللي مشي بيها مبارك ان هو لما هددوه ان هم سيزحفوا على القصر الجمهوري وينتزعوه بالقوة، كانت اظن اسمها جمعة الزحف، نفس الشيء يجب أن يمارس مع مرسي، وإن ما أخذ بالقوة سوف يرد أيضا بالقوة وبنفس الطريقة اللي هددوا بيها
مبارك يجب أن يهدده مرسي إن لم ترحل من ذاتك فسوف نذهب إلى القصر الاتحادية ونأخذك بالقوة ولكي نخرجك وتحصل ثورة وتتكون لجنة رئاسية إلى أن تعرض الأمور أمام الشعب لانتخاب رئيس مدني يرضى عنه الشعب ويكون قادرا على أنه ينتقل بمصر في هذه الظروف الصعبة إلى بر الأمان إن شاء الله. يعني الزحف ده هيجيب نتيجة أن مرسي يتنازل عن دكتاتوريته ولا هيتشبث وتوصل لحرب أهلية بين مصريين؟ هو بالتأكيد سوف يقاوم، أوكي، لكن كل ما كانت القوة التي سوف يعني تأتي ضده كبيرة كل ما كان إمكانية النجاح مضمونة أكتر. فعلشان كده أنا أتمنى أن قوات الشعب كله سواء كانوا من الأقباط، من المرأة التي تمثل حوالي 60% من الشعب، من العلمانيين، من أنصار الدولة المدنية، من المفكرين، من المسلمين الذين لا يحبذوا سياسة الإسلام في مصر، وهؤلاء عددهم أكبر من الإخوان. الإخوان ما هم إلا حوالي 2 مليون، لكن تأثيرهم طبعا على الجهلة والبسطاء بتقديم المعونات والفلوس والرشوة هو اللي بيخلي مقدرتهم انهم يحشدوا الاخرين. فيجب اننا يعني نكون يعني فاهمين خطتهم ونحشد كل القوى الاخرى المضادة له، وبقوة ربنا يعني لما يكون ربنا معهم سوف يستطيعوا ان ينتصروا بقوة الله، وحتى ولو كان في شيء من المقاومة لكن القوة اذا كانت عددها اكبر منهم وفي تصميم شعبي لن يستطيع احد ان يقف امامهم. شكرا جدا يا استاذ منير وسعداء بوجودك معنا في كاتكسات. الله يحفظك، انا سعيد. بيان من الجالية المصرية بكاليفورنيا. البيان ده على فكرة أحبائنا المشاهدين صدر من الجالية المصرية في كاليفورنيا وهقراه على حضراتكم، وطبعا هذا البيان خرج من بعض المصريين اللي موجودين في كاليفورنيا عشان يوصلوا بيه رسالة للرئيس مرسي وللشعب المصري في مصر وعلى اعتراضهم على كل شيء في مصر. هقرأ لحضراتكم البيان، وأكيد أتمنى ان يوصل لكل الشعب المصري ان كل المصريين اللي في كاليفورنيا بيرفضوا الدستورية، بيرفضوا الدستور وبيرفضوا كل الاحداث الجارية في مصر. تابعنا بشدة من الحزن والأسى الاحداث الجارية في مصر وطننا الام التي ينتابها الان ولأول مرة في تاريخها القديم والحديث هذا الاستقطاب الذي قسم به الشعب المصري الى فسطاطين، فسطاط المسلمين وفسطاط الخونة والكافرين، منذ أن قام بتوحيدها أحمس موحد القطرين وحتى دولة المخلوع، وذلك من جراء هذا الإعلان الدستوري الذي حاول الرئيس مرسي تمريره في غفلة من الشعب المصري وتحت غطاء من الشحن العصبي لمؤيديه في محاولة منه لإيهام الناس بتأييد هذا الإعلان الذي لن يضيف إلى مصر الثورة إلا مزيدا من الدكتاتورية التي قام بها الشعب المصري بثورة عليها. فلقد كنا جميعا في انتظار أن يخرج علينا الرئيس مرسي بعد مذبحة قطار أسيوط وحالة الغضب الشديدة التي انتابت جموع الشعب المصري من فشل أداء الحكومة على كافة مستوياتها بإجراء تغيير حكومي يعيد إلى الشعب المصري الثقة في رئيسه المنتخب وأن يعلن ما التزم به أمام الشعب من أنه سوف يعيد النظر في الجمعية التأسيسية للدستور ليخرج على الناس دستورا توافقي ينهي حالة الدكتاتورية التي قام بها الشعب المصري بثورة عليها. فإذا به يخرج على جموع الشعب بهذا الإعلان الدستوري المشوه الذي يعيد من جديد خلق دولة الفرد ودولة الاستبداد، وكأن ثورة لم تقم وشهداء لم يدفعوا حياتهم ثمنا لهذا الوطن.
ما قامت به اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من الانتهاء من صياغة الدستور كاملا في ليلة واحدة ليكون جاهزا أمام الرئيس ليتم به مساومة الشعب ما بين إعلان دستوري وضع الكثير من السلطات في يد الرئيس المنتخب لدستور في ظاهره العدل وفي باطنه عدم إلغاء ما ترتب من أثر على الإعلان الدستوري البغيض. لذلك ومن منطلق القاعدة الفقهية الإسلامية المعروفة والتي تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المنفعة، فإن الجالية المصرية بكاليفورنيا تعلن الآتي: أولا، رفض الإعلان الدستوري والذي أدى إلى حالة من الانقسام بين أطياف المجتمع المصري لم تكن مسبوقة من قبل، وأدت إلى حد الاشتباك بين أبناء الوطن، وقد تؤدي في المستقبل إلى حالة من حالات الاقتتال بين المصريين. ثانيا، دعوة الدكتور مرسي بصفته الرئيس الشرعي المنتخب بأغلبية قليلة إلى سحب مشروع الدستور الجديد وحل التأسيسية واستخدام ما خوله له الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من إعادة تشكيل لجنة الصياغة بحيث تضم كافة أطياف الشعب المصري ليأتي دستورا توافقيا يعكس مصر ما بعد الثورة. ثالثا، تربى الجالية المصرية بكاليفورنيا بالرئيس المنتخب محمد مرسي أن يذكر التاريخ بأن أحمس موحد القطرين ومحمد مرسي مفتت البلاد ومشعل الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد. رابعا، تعلن الجالية المصرية بكاليفورنيا دعمها الكامل للثوار في ميدان التحرير وفي كل ميادين التحرير في كل محافظات مصر حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري المشوه ومسودة الدستور الذي قدم للرئيس. كما نعلن تأييدنا المطلق لجبهة الإنقاذ الوطني ورموزها الوطنية لما تتخذ من إجراءات للتصدي لما يلحق بالوطن من أخطار. خامسا، تعلن الجالية تأييدها الكامل لقضاة مصر الشرفاء الحصن الحصين لجموع المصريين ضد كل محاولات قهر الشعب المصري عن طريق خلق دكتاتور جديد غافلين ما طرأ على المجتمع المصري من تحولات لا تجعله يقبل من جديد كل محاولات الاستبداد التي يحاول البعض تمريرها في غفلة من هذا الشعب العظيم. وتطالب الجالية جموع المصريين بالوقوف صفا واحدا أمام هذه الردة والتي تريد تكميم الأفواه والقضاء على حرية الإعلام بعد محاولة القضاء على السلطة القضائية. فمصر للمصريين وليست لطيار أو فصيل، بل مصر لكل جموع المصريين. وقانا الله شر هذه الفتنة، ووقى مصر وشعبها العظيم شر ما يحاك بها من أخطار. الجالية المصرية بكاليفورنيا، الأحد 12 ديسمبر 2012. أحبائنا مشاهدي كابتكسات، كنا في تجمع مصري رائع. أحبائنا مشاهدي كابتكسات، كنا في تجمع مصري رائع من أمام القنصلية المصرية بويلشر، تجمع قدم فيه الشعب المصري روح الاتحاد، تقدم فيه الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين ليعبروا عن رفض الدستور والدستورية وكل ما يحاك للشعب المصري من أخطار في مصر. بنرفض هذا الحكم، بنرفض هذه الدكتاتورية، بنرفض ما وصل إليه الشيخ مرسي والرئيس مرسي بمصر إلى الآن. كفانا انقسام، وكفانا تمزق، كفانا إسالة دم. ولادنا المصريين دمهم أغلى من كل الدنيا. تجمع المصريين هنا ليقول المرسي: كفاك تمزيق في وحدة الوطن. مصر لكل المصريين، مصر للمصريين جميعا، الدين لله والوطن للجميع. بشكركم جداً.